سيادة النائب العام، تحية طيبة وبعد. أحيط سيادتكم علما بأنني أعمل مندوب توزيع لشركة المانع للاستيراد والتصدير. مين هيجي لنا الساعات؟ أكيد دول صحاب عبد الحميد. في الأمانة، مش ده كان قريبك وعلى ضمانتك؟ لو كان هيودينا في داهية ونظام بيه يا باشا. أنا طول عمري أقول بلاش قرايب ولا زفت في الشركة، وأدي النتيجة. ياك ايه